حصرياً على استديو الإبداع الفني. الحبيبة أمي القلب الفريد، خمس أشهر قد مضت ما بدي ضمتها، غالية ولحظة لقاها عندي يتقدر بعيد، روحي وضلوعي صدري والنواظر بيتها، روحي وضلوعي صدري والنواظر بيتها. حصريا على استديو شوقي قلبي للحبيبة أمي القلب الفريد، خمس أشهر قد مضت ما بدي ضمتها، غالية ولحظة لقاها عندي يتقدر بعيد، روحي وضلوعي صدري والنواظر بيتها. حزنها التويش ودي خاطري قلب سعيد، واهتني من بوسك أفك عليني يبتتها. أم عبد العزيز حبك يمشي بوسط الوريد، هذه الدرة المصونة بالعلال صيدها، سلمك حجم الغلا في منابك يزيد، بك مشاعر في فؤادي عالسطر مديتها، تاج راسي والكرامة يا ضي ومعنى القصيد، ما وعددها المزايا ما ظن حصيدها، عني لك اللي يا يمه يا عسى عمرك مديد، من فراقك أم ثامر دمعتي هلتها، اخوتي واخواتي يلي باسمهم دايم اشيد، صورتي فيها شقاهم عاطرة شميتها، تشهد احساس الرسايل اللي وسط البريد، شوقي قد اغلى فؤادي انا وصلتها، من رياض الخير يوصل شعري للزلف ياكي، يا هوى سلم على امي ان مررت وجيتها، غيبها ساكن بفكري حاضر انا وهي بعيد، لو تبين ابعد تفاني نوني عين اعطيتها، والختم يا ربي جمل جملنا انت المجيد، عبد الرحمن جزل المعاني هديتها، والختم يا ربي جمع شملنا انت المجيد، مزن عبد الرحمن جزل المعاني هديتها، مزن عبد الرحمن جزل المعاني هديتها. شوقي قلبي للحبيبة أمي القلب الفريد، خمس أشهر قد مضت ما بدي ضمتها، غالية ولحظة لقاها عندي يتقدر بعيد، روحي وضلوعي صدري والنواظر بيتها، وزنها التويش ودي خاطري قلب سعيد، واهتني من بوسك أفك عليني يبتتها، أم عبد العزيز حبك يمشي بوسط الوريد، هذه الدرة المصونة بالعلال صيدها، سلمك حجم الغلا في منابك يزيد، بك مشاعر في فؤادي عالسطر مديتها، تاج راسي والكرامة يا ضي ومعنى القصيد، ما وعددها المزايا ما ظن حصيتها، عني لك اللي يا يمه يا عسى عمرك مديد، من فراقك امي ثامر دمعتي هلتها، اخوتي واخواتي يلي باسمهم دايم ماشي، صورتي فيها شقاهم عاطرة شميتها، تشهد احساس الرسايل اللي وسط البريد، شوقي قد اغلى فؤادي انا وصلتها، من رياض الخير يوصل شعري للزلف ياكي، يا هوى سلم على امي ان مررت وجيتها، غيبها ساكن بفكري حاضرة لو هي بعيد، لو تبين ابعد تفاني نوني عين حطيتها، والختم يا ربي جمع شملنا انت المجيد، مزن عبد الرحمن جزل المعاني هديتها، والختم يا ربي جمع شملنا انت المجيد، مزن عبد الرحمن جزل المعاني هديتها، مزن عبد الرحمن جزل المعاني هديتها. شكرا لاختياركم استديو الابداع الفني، دامت افراحكم.